اكيد كانت مهدده بالهوت وموقفها صعب جدا. تمام. فالكابتن طلعت، فوجئت بعد ما بطلت. هو احنا كنا نفس الشارع وفي في جليم، في جليم، وبنلعب مع بعض في الشارع وبنلعب مع بعض في المنتزه. وكان مع اخواتي كانوا في نادي الاتحاد، اتنين كانوا لعيبه كويسه قوي في نادي الاتحاد. ده سبب انك ما روحتش لعبت في الاتحاد؟ كان من ضمن الاسباب. من دايما بتبقى شخصيتي ما بحبش حد يمسك عليا ان انا موجود في حته عشان خاطر فلان. يا نهار ابيض، ده لاحقا دلوقتي كل مصر بتتكلم على ان انت بتحرك البازل بقراراتك لوحدك. انا ما عنديش طول عمري ما عنديش الحته ديت. فانا اتجهت لل ايه ده، ولا عبد الرحمن عامر بياخد جايزه رجل المباراه علشان ابن عامر حسين؟ في اجزاء لو في حد في اقل منه 10% اديها للحد دوت. انما هو لو متفوق قوي وما فيش حد يبقى هو ياخدها. هو خدها مرتين السنه دي مش كده؟ مره كان في اخر الموسم ومره كان في ماتش فيوتشر. مره جاب هدف المباراه الوحيد كان سيراميكا، وماتش كان في مباراه فيوتشر في الاواخر. ماتش فيوتشر ده حصل مشكله فعلا مع الكابتن محمد صديق، لانه سخر من فكره ان ابن رئيس لجنه المسابقات يكسب الجائزه. كابتن محمد صديق مدرب فيوتشر وقتها؟ لا، ده المراقب اللي كتب كده يعني. طبعا ما هي مجاملات، هو معدي من دم المراقب يعني. بس يعني انما كابتن محمد صديق طبعا يعني شخصيه كويسه. انما هو كان حسب ايه؟ انما هو كان الجو سلوك غير رياضي. سلوك هو يعني ايه سلوك غير رياضي يا كابتن عامر؟ سلوك غير رياضي اي حاجه فيها حاجه غلط. اصل احنا عندنا في اللائحه في سب وفي بصق وفي ضرب اعتداء، فموجوده اهو حاجات مسميه. الحاجات لو التقرير ما كتبش قوي حاجه من ديت، انما في حاجات يعني استهزأ بيك. مره الكابتن عاشور خرج طرد الكابتن حسام البدري عشان بصه. طب هنكتب في اللائحه بصه؟ هنكتب في اللائحه بصه. ففي حاجات اي حاجه ما دام ما فيهاش اعتداء او دفع او سب، الحاجات ديت الواضحه خلاص بتتجه للايه؟ للسلوك السلوك غير الرياضي. تمام. فهو طبعا كان هم كان الماتش ده من المباراه ديت كانوا متنشنين جدا بطريقه غير طبيعيه. الجهاز كله. ليه بقى؟ لا مش عارف. انا اول مره كنت اشوفهم بالحاله دي يعني. كان وقتها فيرموزينيو هو اللي ماسك، المدرب البرتغالي؟ لا كان تقريبا كابتن خالد جلال كان معاهم. لا، كابتن خالد جلال ما مسكش فيوتشر. كان مين معاهم؟ لا هو مش كابتن طلعت يوسف، لان كابتن طلعت يوسف مسك في الاواخر في لا مش فاكر وقتها. هو كان الموسم ده مش كده؟ هم غيروا كتير الموسم ده. فيرموزينيو اول الموسم كان فيرموزينيو ممكن. لان هم حصل تغيير كتير في المدربين الفتره ديت، فده اللي حكم كتبه بس كده يعني. انما طبعا هو لو يعرف ما حدش يتكلم. لما وقفت عبد الرحمن قبل كده. وقفته امتى؟ وقفته كان الجيش وامبي بيلعبوا مع بعض. اني ده لما كان في امبي لسه لما كان قبل في رأس سموحة. فكان شد بينه وبين الكابتن احمد جعفر في في ضربه ركنيه في اخر المباراه. فهو عشان بيطلع عالي في الجنب بتاعه عالي. فراح مع اخطر واحد هو الكابتن احمد جعفر. فوقف معاه، فاحمد جعفر نتيجه 1-0 ويوم تقريبا اخر كورنر في المباراه، فشدوا مع بعض بكلام من ده. فشتم عبد الرحمن، انا كلام اللي انا عرفته يعني من رامي صبري يعني اللي حكى لي. فشدوا، لان انا ما بحكيش مع الاولاد حاجه خالص الكوره ولا بناقشهم في اي حاجه. ولادك خالص خالص انت وفي البيت انت وعبد الرحمن مفيش كلام؟ لا ما هم صغيرين عشان بطل ما حدش يجي يشتكي لي. ياه، هم عندكم المدرب فتعودوا ان هو منهم للمدرب مدير فني. تمام. ما حدش يجي يقول لي حاجه. والحمد لله اتعودوا على كده يعني. رامي حكى لك قال لك ايه بقى؟ فقال لي بقى ما حصل، هو احمد جعفر قال له حاجه كده، فقال له ما تردش على عبد الرحمن، احنا كسبانين والماتش خلاص وكلام من. فبعد المباراه احمد جعفر بدا بيدور عليه، فرامي قال له خش غرفه اللبس على طول، فدخل غرفه الملابس. فالمراقبين شايفين ان احمد جعفر بيجري. فبيقولوا للحكم في ايه؟ قالوا لا، انا احمد جعفر شتم واديته طرد. ادى طرد لاحمد جعفر. لاحمد جعفر. تمام. بعد كده الاداريين في امبي فوجئوا ان هو كاتب عبد الرحمن وجعفر واحمد جعفر. فجالك التقرير؟ فجالي تقرير. فانا بلغت لجنه الحكام ان المراقب بيقول ان عبد الرحمن ما كانش في الملعب في الوقت دوت، فطردوا امتى؟ اوكي. فالحكم اكد لهم ان هو طرده في الملعب، هو ما كانش في الملعب اصلا. تمام. فقالوا لي لا ما اقدرش اقول اسمه. ليه؟ عشان حاسس ان هو كان واخد موقف لا 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 خالص. ليه ما تقدرش تقول اسمه؟ لا ما اقدرش. اشمعنى؟ لان المصلحه. مصلحه ايه؟ مصلحه.
عشان لسه بيحكم ولا ايه؟ اه مصلحه. مصلحه ايه؟ مش فاهم. مصلحه الحكام والكره. انك ما تقولش اسم الحكم؟ اه طبعا ما ضروش. لا حكم لا حكم كويس جدا. لا حكم كويس جدا بس ظلم لاعب. ممكن يكون اتعلم. اه تمام. ممكن يكون اتعلم. ماشي. ممكن يكون هو كان في حاجه مع رامي ما شافهاش ما لهاش. بقى رئيس لجنه حكام بعد كده ولا ايه الحكم ده؟ ماشي اوكي ماشي. فلا حاجه دي انا بحافظ كويس قوي. عارف ما بحافظ قوي. اصل كنت نص ملعب اصلا. مركزك كنت بلاي ميكر. ها بلاي ميكر. اه كنت هاف رايت. ودايما كان الهاف رايت زمان كان دايما هو غالبا بيبقى هو البلاي ميكر. كابتن محسن صالح من اول. كابتن محسن صالح يعني. تمام. وبعد كده كل نادي بقى تلاقي الهاف ليفت. كنت تلاقي الكابتن مجدي شلبي وبعد كده كابتن محمد حلمي. أيوة. وبعدين كابتن مختار قبليهم وكابتن محمد عامر. أيوة. فكان في طباع معينه في كل جيل. رتم بيمشي. مزبوط. فكل الانديه بتجيب اللي في الرتم ده بتاع الاهلي والزمالك. مين بيلعب هنا ومقوماته ايه؟ فيروح يدور على واحد شبهه. تمام. في الانديه. فكانت كل الانديه بتبقى بالشكل ده. اه فايام الليبرو من ايام الكابتن حسن حمدي والكابتن ريم يوسف طبعا معلم المعلمين في الليبرو. في المباريات المهمه كانوا يلعبون الليبرو. ترجع تدافع عشان رؤيتك انت واضح انك كنت لاعب. صاحب رؤيه. بس دي كانت نقطه تميزك في الملاعب. كانت اكبر ميزه عندي وانا العب بلمسه الواحده.